نعود مشاهدينا الكرام إلى ملف المساعدات التي تقدمها منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين على النازحين في العراق، ومعنا عبر الهاتف لمزيد من التعليق دكتور ناصر الفداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى. مرحبا بك دكتور ناصر، تفضل بإطلاعنا على تفاصيل حملتكم الأخيرة في مخيمات النازحين قرب الموصل. حياكم الله أخي الكريم، ضمن سلسلة الحلقات التواصل التي تمثلها من أمم القرى العراقية الإنسانية، وهذه المرة بالتعاون مع القسم الإغاثي في هدف تقدمنا تكتلة إغاثية في مخيم حسن شام الثالث والرابع عنده الواقع في قرية سيد دينان في منطقة الخازر. وفي هذه المرة الإنسان للتنفيذ من المهم رغم الصعوبات التي تشترك طريق المخيمات مع ارتداد التدابيرات بين الاقليم والمركز. فقد وصل بحملته الاغاثيه الغذائيه الى هذا المخيم الواقع في قريه نائيه، وتم توزيع السلات الغذائيه وصحف القران على 50 عائله نازحه من مناطق مختلفه من الموصل ومناطق الاحفر الذين نزحوا قبل بضعه اشهر الى هذا المخيم الذي يذكر بما يقارب 32,000 نازح، ويؤلفون جمعا مهولا من العوائل يبلغ تعدادها قرابه 8500 عائله في مخيم واحد مع عدد كبير من المخيمات في منطقة الخازر لوحدها. ومع تنصل كثير من الجهات المسؤولة سواء كانت منظمات دولية معنية بهذا الشأن أو الجهات كذلك وهي معنية بهذا الشأن وتلقيها منذ عدة أشهر عن أداء مهامها في مواصلة تجهيز العوائل النازحة بالغذاء والدواء والكثير من المستلزمات الأخرى، وكذلك عند وصول مدعاه الاستغاثه من النازحين فان القسم الاغاثي في هيئه علماء المسلمين ومنظمه ام القرى قد ضاعف جهودهما في الاسراع بتقديم الحملات الاغاثيه وتقديم الغذاء والدواء والمستلزمات الطبيه والافرشه والمياه والثلج والمراوح الكهربائيه مع تواصل شده النزوح وصولها الان الى اخر حياتها. طيب دكتور ناصر، ما دور هذه الحملات في اعانه النازحين وتخفيف أحوال النازحين ومشكلاتهم في هذه المخيمات، وهل بدأتم باستقبال نازحي قضاء الحويجة؟ حقيقة قضاء الحويجة يعني ينتقلون وجاءوا خيمات قريبة من مدينة كركوك، ولكن الآن المنظمة يعني بدأت حملاتها بالتعاون مع القسم الإغاثي خلال هذه الأيام، وقد قسمت جهودها على محافظة الأنبار ومحافظة الإمامية ومحافظة أربيل في ظرف أقل من أسبوع. تم تنفيذ حوالي يعني حملات إغاثية بالمواد الغذائية منها في مخيم الوند يعني خلال أقل من أسبوع، كان في مخيم الوند بقضاء خانتين، وتم تنفيذ حملة إغاثية أخرى بالمواد الغذائية العاجلة ومياه الشرب في مخيم الحضانية ومحافظة الأنبار، والحملة الثالثة خلال أقل من أسبوع كذلك تم تنفيذها في هذا المخيم. حقيقة يعني المخيمات ما زالت تكثر النازحين، وتأتي هذه المساعدات الإغاثية الغذائية والطبية والمستلزمات الطبية الأخرى للتخفيف عن النازحين وتلبية أكثر احتياجاتهم ضمن المتمكن وضمن الميسور المتمكن في عند المنظمة والتصنيفات. نعم، من أربيل دكتور ناصر الفداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى، شكرا جزيلا لك.